إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي تشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. معنا الكفوة العزيزة، عزيزة المرأة المكافحة كما كنقولوا، واللي باغا تخدم دراعها وباغا تعاون وليداتها، لأن الرجل ديالها توفى وخلى الوليدات وكتعاني في صمت، وكتطلب من المحسنين أنهم يتعاونوا معها باش تصلح هذا المحل. لأن كما كتشوفوا الكوفور، هذا هو حانوت ديال الكوفورة ديالها، على قد الحال للأسف الشديد ما عندهاش أبسط الأشياء، حتى الكرسي ما عندهاش، وكتطالب من المحسنين ومن المتتبعين الأوفياء سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه أنهم يتعاونوا معها باش تصلح وتقاد وتخدم هذا المحل هذا، لأن الهدف ديالها أنها تخدم بالحلال، الهدف ديالها أنها تجيب القوت اليومي ديالها بالحلال ماشي بالحرام، الهدف ديالها أنها تعيش ولادها وتوكل ولادها وما تمدش يدها لشي واحد. كنتمنى وكنطلب من جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه أنهم يتعاونوا مع هذا الأخت عزيزة اللي توصلت لنا، وحنا بدونا كنوصلوا الصوت ديالها للمحسنين والمتتبعين الأوفياء، وكذلك الناس المحسنين اللي كيتواصلوا مع الحالات. ما نكثرش عليكم، نتمنى انكم تبارطاجيو فدالو على الخير كفاعله. كما قلت ما نكثرش عليكم، نخليكم مع التصريحات ديال الأخت عزيزة من مدينة ديال القصر الكبير. تفضلوا. السلام عليكم خوتي المغاربة خارج المغرب وداخل المغرب. انا يعني كنطالب بخوتي المحسنين يعاونوني. انا امراه ارمله وعندي 4 الوليدات، 3 الذكوره وبنيته القصر الكبير. ما كنت خدامه في الديوانه، ملي كنا دايرين مع الوقت غادي هو هذاك مزيان، خدامه ما خصنا حتى شي خير. ني سدت ديك السبتة وما بقى حتى شي حاجه، بقى عندنا لا باش نخدمو لا والو، بقينا الله كريم. منين جيت للقصار وحيت من الكرا وهذه مشيت نخدم في المعمل ديال فريصه، دابا المعامل ديال فريصه كاملين سدو كاملين سالاو. جيت فتحت هذا الصالون على قدر الحال، دابا ما كنبغي نخدم كيشوفوا الناس الصالون كيشوفوه من جهه شي وهذه كيتهربوا، ما كي يعني بحالي ما كيبغيو شي. ما عنديش امكانيات، ما عنديش باش نجهزو، ما عنديش بزاف د الحوايج، يعني ما حلتي عندي العيال خصني نوكلهم ونكسيهم ونقريهم، ما عنديش الله غالب. وما عنديش حتى الصالون ملي كنجي ليه ما كنلقاش شي حاجه بحال هكا. الكرسي ديال الحلاقه هو الاخر ما عنديش، بحال حتى هذا التجهيزات ديال المحل البيترينه هي الاخرى ما عنديش. ما الله غالب، يعني الدبلوم ديالي وكلشي قلت ارا زعما ملي سدوا المعامل ما قالت لي لا خدمه فين نخدم لا والو، قلت ارا نفتح هذا الصالون وترزق الله. يعني ما بغيتش شي حاجه خايبه هكايا، ما بغيتش نتجا ليها، ربي راه عالم عليا. كنقول واخا نطلب المحسنين ونطلب اخواتي المحسنين باش يساعدوني ويحنوا عليا، وما نديرش شي حاجه خايبه تغضب الله. ويعني ما هذاك الشيء ما خصنيش نتجا ليه، واخا يعني بنادم كيبغي هذه ما كنبغيش. بغيت نعيش ولادي بالطرف ديال الحلال، وبغيت ولادي ما حتى هما بقاو كيكبروا شويه وهذه يشوفوني، يعني رانا كنضرب عليهم تماره ملي كانوا صغار وانا كنخدم عليهم، ما خليت فين خدمت. ودابا قلت راه ندير هذا الصالون ولا كان شي معاونه من خوتي المحسنين يعني يعاونوني ويساعدوني، الله يكثر خيرهم والله يرزقهم الصحه والسلامه. وعاش محمد السادس، نصر الله، الله ينصرو لينا ويخليه لينا. دابا انت المحل عندك هنايا، شنو عندك في المحل؟ لا عندي عيد المرايه وهادشي اللي بان قدامك هو الدبلوم ديالي، الدبلوم ديالي ديال الحلاقه ديال العرايس وديال الدبلوم. هادي عندي دابا شي 9 سنين دابا باش عندي الدبلوم.
وهكاك دابا كنت مني مات الراجل ديالي، مشيت للسبتة خدمت الديوانة شحال وانا خدامة، 5 سنين 6 سنين وانا خدامة تمايا. مني سدوها صافي ما بقينا تلقاو حتى شي خدمة اخرى، يعني كنا غير خدامين غير تمايا. صافي مني سدوها بقينا الله كريم، جيت نخدم في المعمل دفريصة. دابا المعامل دفريصة الشهر هذا كله مسدو، شهر 6 في الاولي كيسدو كاملين. صافي بقينا جالسين هكاك. دابا قلت زعما نخدم في الصالون، ساعه كيبغيو الناس يجيو يصغبو، هادي ما عنديش امكانيات، ما عنديش باش هكايا داكشي اللي كيبغيو هما الناس ما كيلقاوش عندي. صافي كيرجعوا بحالهم، حتى كيبغيو يعني كيشوفوني انا كيقولوا لي انت دخلتينا في قلبنا مزيانه وهادي، وكنتعامل مع الناس وهادي. ملي كيشوفوا الحاله في الصالون ما كيبغيوش، كيتهربوا شحال من وحده. يعني واخا انك وقف معايا، يعني واخا انك كما كنقولوا كتعرفي تعدلي البنات المشكل اللي عندك على المحل وجهه مجهزش، هذيك هي المشكله. عندي الدبلوم فيه العرايس وفيه هكا الحلاقه، وملي كيجيو باش على حساب باش يعدلو هكايا ما كيلقاوش ديك التجهيز عندي. صافي كيهربوا كيسحب لهم، يعني ما فهمتي ما كيبغيوش، يعني كلشي على التجهيز. لكن وانا ما فيش استطاعش ديالي زعما، فهمت؟ عييت من حيت باش نديرش زعما نجهز شي حاجه هكا ولو بسيطه، لا مع مصارف العيال وباش هذا ما استطاعش ديالي. عا كنت خدامه في المعمل 10 درهم من الساعه ما كتكفاكش، كتخدم ديك 70 درهم ولا 80 درهم، 7 السوايع ولا 8 السوايع، يلاه كتجيك. هو هذاك مع المصروف د العيال وهذه ما عب بوحدي انا، ما كاينه لا حنين لا رحيم، ما كايناش زعما شي واحد اخر ولا الراجل يعني اللي يعاونك كل شي حاجه، ما كايناش. مايت وتا الوالدين ماتوا، ما عنديش زعما، مازال كيكونوا الوالدين كتلقى زعما شويه ديال الدعم من عندهم. ساعه ما كاين انا والله سبحانه وتعالى وخطنا، صافي ما عندناش شي حل اخر زعما. وقلت نتجه زعما المحسنين، خوتي المغاربه زعما لحال الله عسى، يعني راه كاينه ولد كاينه المحسنين زعما يساعدوا من، يعني اللهم نخدم هكايا ولا شي حاجه خايبه ما كنستوعبهاش وما كنبغيش لعسك. يعني كنمشي شحال من واحد هكا كيبغي يجرك شي حاجه، ما كنقول اللهم نخدم انا باغا نعيش ولادي بالحلال ونخدم بالحلال. يعني ديك الطريقه ديال شي حاجه فيها الحرام ولا هذه ما مولفنش بيها، ما تربيناش على ديك الشيء يعني اللي قبيح. وكان يعني مادام باغي ديك الشيء الحرام كره، يعني كره انا كاع ما نطلب المحسنين، نطلب خوتي يعني المغاربه يعاونوني داخل خارج المغرب وداخل المغرب، ما كره انا كاع ما هذه. ولكن كنقول اللهم نطلب الناس ونطلب المحسنين، ولاديك الشيء قبيح ما صالحش. يعني على حسب عندي ولادي كنصرف عليهم كنوكلهم، خصني نوكلهم الحلال، نوكلهم طرف الخبز الحلال حلالا طيبا، ما خصنيش نتجا الزنقه ونتجا ديك الشيء ديال التشرد. ولا ما بغيتش حتى ولادي عاوتاني لا شافوا ديك الشيء ولا هذه، راه حتى هما ما عبقاوش عندي انا الوليدات زعما. اش غنقول لك، ما نشكرش انايا ولا هادي، سقسي عليهم الجيران. يعني عندي واحد وليدات دراوش مربيين احسن تربيه، انا اللي ربيتهم اللي خلاهم بوهم صغارين، انا ربيتهم. واخا اختي علي دوما المطري اللي عندي، دوما المطري اللي عندك. هذا الشيء اللي عندي اخويا، ها انت هاد عندي هادي عندي هادي وعندي الكرسي اللي عندي فين هو؟ هذا هو الكرسي، هذا هو الكرسي اللي عندي، هذا الكرسي اللي عندي اخويا، وهذا المطريان اللي عندي، هذا الشيء هذا ديال الصباغه ديال ليميش، وهذا الشيء اللي عطى الله نتوما شفتوه، المرايا وهذا الشيء اللي عطى الله انت كتشوف اخويا. ما حتى البلاكه درتها صغيره باش ما كتبانش، مره بلاكه عاد صغيره عاديه ماشي كاين شي اقبال،
كاينش عقول ديك اخويا، كاينه كيجيو البنات كنتلاقى معاهم، تلاقيت مع البنات بزاف في المعمل وكيقولوا لي عطيني كارت فيز ديالك و شغنقول لك عطيتها لهم، ومع ذلك ما كنت غنوريها لك، مع ذلك ما ملي شافوا هذا وريت لهم، ملي كيجيو المحل كيشوفوه كيصدقوا كيبدلوا الراي ديالهم، كيبقاو كيقولوا لي عندي غنجيو عندك نديروا ليميش، غنجيو عندك عندنا العرس، ورينا مثلا الكرسي ديال العرس، كرسي ديال العروسه، وهذه ما كنجبر ما نقول لهم. ملي كيشوفوا عاوتاني هذه الحاله هكايا ما كيرجعوا بحالهم، ما كيرجعوش عندي. هادشي اللي دابا انت الحمد لله ان الحاجه في يدك وقادره الحمد لله ولكن للاسف الشديد عندك المحل على قد الحال وكطالب منه حسين على الميزان كاين الاخير. بغيت خوتي المحسنين خارج ارض الوطن وداخل بغيت يتعاونوا معايا في وجه الله في سبيل الله، يتعاونوا معايا على وجه الوليدات اللي عندي يتامى، وبغيت نخدم عليهم وبغيت يعني نصرف عليهم خدمه ديال الحلال، ما بغيتش يعني نلتجئ شي امور قبيحه ولا هادي. بغيت خوتي اللي كيسمعني واللي هادي يعني يتضامن معايا باي حاجه يتضامن معايا، وحنا كاع يعني مسلمين، حنا كاع اخوات يعني بنادم. شغنقول لك انا ما لقيت جهد، ما لقيت كون لقيت شي جهد ولا عندي شي استطاعه ولا شي حاجه، كون انا يعني صلحت المحل ديالي وما خدمت انايا حتى انا نخدم على وليداتي ونعيشهم احسن عيشه بحالي بحال خوتي المسلمين، وما يكونش يعني مخصوصه حتى انا عاوتاني ما بغيتش. شحال من واحد كان كيجي كيقول لي حق الزواج ربي معك ولادك، لا انا كنشوف ديك الشيء اللي كيدوز على 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 الناس اللي كيدوز لهم على ولادهم، انا ما بغيتش نعرض ولادي مثلا يمرضوا بمرض نفساني ولا يتعرضوا للاغتصاب خايب ولا شي حاجه نوقع في المشكل. كنقول اللهم ربي انا ولادي وولادي حنانين عليا، ولا مشيت جوج ولا شي حاجه غادي يقدروا ولادي ما يبقاوش حنانين وما يبقاوش هادشي اللي دانا. كما سمعتوا متابعي الاوفياء، هذا هو الصالون ديال الاخت عزيزه اللي اخت عزيزه كتطلب منكم انكم تعاونوا معها وتعاونوا معها. هذو هما الماتريال اللي عندها، هذو هما الماتريال اللي عندها متابعينا الاوفياء. هذا هو الكرسي اللي عندها في الصالون. اذا كنشكروا جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينة القصر الكبير مع الأخت عزيزة اللي كتمنى وكتطلب من المحسنين أنهم يتعاونوا معها باش ما قسم الله، لأن الهدف ديالها أنها باغا تخدم بالحلال وباغا تدخل الرزق لوليداتها بالحلال. الهدف ديالها أنها تشوف شي محسن أو محسنة اللي تعاون معها يصلح لها هذا المحل هذا. إذا كنتمناو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا أنهم يبارطاجيو، اللي قدر يتواصل معها يتواصل معها على رقم الهاتف، اللي ما قدرش غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعله.